أخواتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم من جديد من مدينة المضيق لنقاش موضوع السحر والتوكال والرقية الشرعية وبزاف الحاجات. أخواتي أنا كنظن كون كان زعما كتشي التوكال والسحر كنا نعدلون الرئيس الجزائر تبون. دابا المغرب جميع المواقع كيهضروا على ولد الشينوية قال لك وكلوا له التوكال. طلعوا بعض المواقع كيقول لك السيد كيعمل بوفا. خواتي انا كعسادي بوحدي في المغرب اللي مريض، صدق 90% الشعب المغربي مريض بالوسواس والاكتئاب، ماشي انا بوحدي، هذه بعد اكتشاف اي انسان على وجه الكره الارضيه يوجد في جسمه الوسواس والاكتئاب. ولكن حنا في المغرب راه زايد شويه توكال سحور باش يعمل الرقيه الشرعيه مع الشيطان مع اليوكا مع هذيك. خواتي الناس راه كتقرا العلم كيفاش تداوي عباد الله، وعندهم الطب يتطور. حنا عندنا جميع المواقع كيهضروا على ولد الشينويه او لا ولد هذاك، انا ما كنعرفوش، ديما كنشوفو كيجري بواحد البوطه قال لك عملوا له التقاه. خواتي من الثقافة ولا التوكالة ولا ما عرفت شنو تكشي. خواتي كون كان هاد الشيء بطبيعة الحال يكون صحيح كنا نعملوه من الرئيس الجزائر تبون. كون كان السحور نعملوه من الرئيس الامريكان. خواتي ربي عطانا العقل باش نخمو به، وحنا كنخمو بالعقلية ديال التوكال ديال السحور. ياخر حازق ما عنده تريال قال لك تابعيني واكليني. خواتي نقول لكم واحد الهضره، انا كحسابي بوحدي تمرت نفسانيا، ولكن ماشي مرت بالسحور ماشي مرت بالتوكال، مرت نفسانيا كتحرقني كرشي كيحرقني قلبي، واش غنسميها في السحور؟ خواتي انا ملي كنت مرت بالوسواس والاكتئاب كنت مرت ما خليت اي مشعوذ مشيت عنده. كل واحد شنو كيقول؟ ضرباتك الجنيه في الطواليت، قفيتي على السحور في الطواليت، قفيت عليه في الدروج، عندك مدفون، واحد شرب لي شي عشرات القراعي ديما، ما جبرت على شي حاجه، جبرت على الطب. الطب راه مهم اخواتي، الانسان يمشي عند الطب. ما تبقاوش قال لك حدي راسك، حدي راسك من الثقاب، عندك الدخول الطوال، بطبيعة الحال الانسان خصو يعرف ما ياكل، وعرف عندهم يعطوك شي سم يقتلوك به. انا كنقول لكم كون كنت كان كنت نعطيناه للرئيس تبون. باش يحيد من المغرب، ما يبقاش يجبد المغرب، ما يقطعش العلاقات مع المغرب. وكتعملوا السحور ما غير الحزقانين، الطبقه البرجوازيه ما كتعملوا لهش السحور، ما كتزغش فيهم العينينه، ما كتزغش فيهم البلوطه، حيت كياكلوا كرمان. حنا كناكلوا اللوبيه والعدس واللوبيه والبيصاره بالزيتون والزيت، يقولوا لك فيها فيتامين، اللي كيزغ فينا التوكال. لو كنت كتاكل اود شينويه كل كراميل كل جامبا كل صل كل حوت الغالي وما يزقش فيك التوكال، انت طايح مع السردين واللوبيه وهز البوطه غيساق فيك التوكال، غيساق فيك السحور، حيت حزقان مولينكس علاش ما عدلولو شي سحور وما يبقاش يسطح، علاش ما وكلولو شي سحور وما يبقاش مشهور. ساريكول كعد للسحور ما غير الحزقانين، اللي بغى يتشهر يقول عملوا لي التوكال. وحدوا راسكم اخواتي، ما تبقاوش تاكلوا من الدين عباد الله. انا كحساب لي بوحدي مريض، جبرت كل شيء مريض، كل واحد ديالي شنو الوسواس فيه. اخواتي موت وحدك يسال الله متوكال، وحنا عندنا الطب في المغرب متطور ما غير مرتو تطبيب بالمجان. السلام عليكم، انا واكل التوكال واكل السحور واكل الودنينه واكل وعباد الله كلشي كيحرق. دعوة بكم لله اللي عملتوني السحور، وعباد الله تقاني كان مات.